ازاي بقى بيبقى عندنا ولد في الاجازه كسول بيعملش اي حاجه او بنت يعني، وازاي حد بيستثمر الاجازه دي ان هو بقى يعمل الحاجات اللي كان نفسه يعملها طول فتره الدراسه وما عندوش وقت، لانه عبال ما يروح المدرسه ويرجع ويذاكر وينام والوقت بيكون ضيق. هنعرف ازاي ممكن نستغل ده وممكن نعمله كمان اثناء الدراسه ازاي ومن غير الدراسة ازاي. بنرحب بدكتورتنا النهاردة دكتورة شيماء نجيب اخصائي الصحة النفسية، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ويوسف ما شاء الله يا يوسف، شفت لك بقى شوية شهد. شهادات ورسومات وانت هتقول لنا النهاردة وتحكي لنا بقى بتعمل ايه، مش كده؟ كمان دكتورة شيماء قولي لي، يعني هل قبل ما تبقى دي مهارات وبيكتسبها، بس اعتقد ان دي بتبقى شخصيات مش كده؟ لا لا، او اهتمام برضو، توجيه. في المرحلة الثانية من الطفولة احنا عندنا 3 مراحل زي ما قلنا قبل كده. المرحلة الثانية دي بتبدأ من سن 7 سنين لسن 11 سنة. في المرحلة دي بيبقى توجيه من الأم من البيت، وطبعا حسب التوجيه يكون هو برضو حبه، لان انا ممكن اوجهه لحاجة وهو مش حاببها، يعني مثلا لو عايز يلعب رياضة معينة هو مش بيحبها ما اكيد اقدرش. طبعا مش انت بتوجهي في بوينت مفتوح في المطلق، وهو لكن اللي مش بيحدد. بتوجهي لكن التحديد يعني مثلا انا حابه ان طفلي ينزل يستثمر وقته في الرياضه، بعرض عليه الباسكت، بعرض عليه السباحه، بعرض عليه الفوتبول، هو بيختار. وهو بيختار. لكن لما اجي مثلا لما يختار بقى ما سيبهوش لهوى نفسه، لهوى لدماغه، لان هو تلقائيا في المرحله دي صفه ثابته. الولاد كوره مش لا، حتى لو اختار الكوره ما سيبهوش لهوى نفسه في انه يهمل في انه يتدرب للكوره صح. يتجه في اكاديميه معينه، خلاص ده طريقه، يبتدي ياخد فيها ميداليات، يبتدي ياخد فيها يدخل اولمبيات، يكبر بقى. لان في معظم الاطفال في المرحله العمريه دي بيبقى الهوى النفسي هو اللي بيتحكم فيهم، بيبقى شايف بقى طموحه ايه، بيعلي سقف طموحه وبيبتدي يجري وراه، وفاكر ان الموضوع ده بيجي كده، ما بيجيش لا. بتنظيم. هو انا دايما بشوف الولاد في مرحله عمريه كده، هو عايز يدخل كل الحاجه اللي حاجه. دخلها صاحبه، لا، وبص وعايزين يبقوا هما الاصحاب الاثنين في مكان واحد، شايف مدرسه ان واحده او في درس واحد، بيبقى دايما تفكيرهم كده اكتر بكتير، الا لو هو بقى هو زي ما انتي بتقولي شخص اساسا محدد هو عايز يعمل ايه وليه طموح في حاجه معينه. فانا النهارده شايفه ان كل احنا الكلام بنتكلم في المجال ده ومجال الطفوله، وكلنا بنتكلم فيه اكتر من حد بيتكلم واكتر من برنامج، بس ما حدش شاف عينه فعلا اتطبق معاها بلان معينه وجابت نتيجه وطلعت يعني جابت معاها نتيجه كويسه وطلعت لقدام. فاحنا النهارده جايبين يوسف، ابتدينا معاه من بدايه الاجازه خطه معينه ببنود معينه، وابتدينا بقى نستثمر الوقت ونعرف قيمته ايه، وطبقنا كل الكلام اللي قلناه، قيمه الوقت وان الوقت هو عمرنا وان الدقائق والثواني والساعات دي. ما هي برضو ثقافه بيتهم ليها اساس، يعني دور اساسي في الموضوع ده. فهو يوسف بقى هيتكلم احنا ابتدينا ازاي وعملنا ايه. كان عندك ابتديتوا من بدري يا يوسف ولا قريب؟ يعني بعد الاجازه كده باسبوعين ولا حاجه. حصل ايه احكي لي. يعني في الاجازه ساعات لما بقعد كده بلاقي نفسي فاضي، يعني بقى مثلا اروح النادي، سباحه، كوره، الون، ارسم، بعمل اي حاجه. يعني انت بتعمل كل وقت فاضي سباحه وكوره وبترسم. عايزه اوريكم الرسمه ليوسف، عجبتني قوي ما شاء الله عليه. الصورة كده باينة ولا عاملها كده صح؟ هنشرح دلوقتي، هتوريها لنا. قولي بقى رسم ايه بقى، انت اللي عملت الاطار وانت ولا حد عمله لك وانت اللي شديت عليه؟ لا، هو البتاعة كلها هم اللي عاملينها وانا اللي ملونها. يعني انت هم شدينها لك وانت ملونها. طب والرسمة نفسها مش انت اللي رسمها؟ لا، أو هو انت مختارها. بس هو مختارها بس حلو برضه. على فكرة مش أي حد بيعرف يلون، لأن ممكن يبقى اتجاهات القلم مختلفة، اختيار الألوان مش حلوة، هو التلوين ده اختيار تطلع بره الرسمة. هو أصلا الرسم التلوين ده مقياس شفافية، من أنت بتستشفي منه الطبيعة الداخلية بتاعة الطفل إيه. أيوة صح، في ذوقه في الألوان وفي ذوقه في ال طيب انا هوريكم كمان. انا شفت يا يوسف، بص بقى يوسف واخد كذا حاجه من المدرسه، شهادات. هو متفوق. بص دي شهاده تقدير الماني.
في الألماني. هو بياخد كورسز ألماني بقى. هير منا تمام. واخد كمان واحدة تانية في الويندوز والوورد والباوربوينت والإكسل والحاجات دي في الكمبيوتر. دي خدت قد ايه لغاية ليفل ايه يعني؟ هو وصل للبرمجة حاليا دلوقتي؟ لغاية البرمجة. هو لسه كنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي. يلا يوسف ها عملنا فيك يا حبيبي. توصلنا بقى كده للحياة. عندك هنا كمان ما شاء الله متفوق في اللغة العربية. صح؟ مادة المفضلة. ده انت هنا كمان واحدة تانية واخد فيها الدرجة النهائية في اللغة العربية غير الشهادة دي. تمام؟ الشهادة التانية بقى بتاعت اللغة العربية لا مش حملة. أكاديمية. الأكاديمية لكرة القدم. في الأهلي. مش عايزين نقولها. ماشي. أكاديمية الأهلي واخد أنت كمان في الموسم الرياضي وما شاء الله عليك. طب عندك وقت لده كله يوسف؟ إحنا عملنا نظام. عملتوا نظام مش عملنا بلان. اليوم 24 ساعة. طبعا معظم ولادنا اتجاههم يا لابتوب يا موبايل يا موبايل طبعا تابلت الحاجات دي عبارة عن شاشة كبيرة هما بيتفرجوا على الناس اللي بتلعب. بيلعبوا بلاي ستيشن كورة. الحماس الحماس بتاع الحركة قل. فابتدينا عملنا بلان ليوسف خطة تشغيلية. احنا عايزين من ال 24 ساعة دي 6 ساعات بس. 6 ساعات دي الهدف منها ايه؟ انك تقعد ساعتين مثلا تجمع معلومات عامة من على اليوتيوب. اهو برضو سوشيال ميديا. ايوه. بس ايه بقى هي سلاح ذو حدين. احنا اخترنا الحد الايه؟ الامن. الامن انت تقعد تجمع معلومات عامة. طيب وبعد ما نجمع معلومات عامة لان السؤال ده هتلاقيه لتطبيق على ارض الواقع صعب. فهتلاقيه بيسألك الطفل. طب بعد ما نجمع معلومات عامة هعمل بيها ايه؟ هتختبر فيها. هتشوف استفدت منها ايه؟ وبعدين هو بيجمع ممكن يدخل يلعب عادي. ويطلع تاني يجمع يعني. لا ما احنا خلاص متفقين اتفاق. ايوه بس ممكن. طب معلش يا دكتورة شيماء يعني يوسف ممكن يكون طفل ملتزم. انا عايز اعمل الخطة دي للطفل بس هو حركته كتيرة مخه. هو مشكلة يوسف انه كان عند مشكلة يوسف انه كان عنده برضو فرط الحركة الجزئي اللي هو اشد من فرط الحركة الكلي. بجد؟ فانا عشان اعدم فرط الحركة ده طلبت منه انه هو هيقعد في الخطة دي 6 ساعات. وبعد كده باقي ال 24 ساعة يعني مش معنى 6 ساعات حاجة مدروسة. مادة الدي اتش دي مادة فرط حركة بتفرز في منطقة الدماغ ما بين منطقة بروكا اللي هي مسؤولة عن الكلام ومنطقة برينك. هو يوسف عنده ADHD؟ لا هو طبيعة الذكور. بس هو الذكور عندهم الذكور عموما الحركة بتاعتهم كلية وجزئية مش بيقعدوا هدي. ممكن يكون شاطر جدا دراسيا. ممكن يكون شاطر بس مش عنده قدرة على انه يقعد على الكتاب فترة طويلة. صح. وانت تسألي نفسك ده بيجيب اغلبية الولاد كده فعلا. فعلشان نهدي من الموضوع ده بنبتدي المادة دي تفرز. دي المادة دي بتفرز تلقائيا عندنا كلنا. مش بس الزيادة فيها بيغطي على المنطقة بتاعت الكلام ومنطقة السمع. فانتي بتحسي انه مطنشك. بس هو ملهي. هو فعلا ملهي ماسك الحاجة ما بيعملش فيها مجهود وده. ويطلع معاها بقى وينزل واللعبة وده ويتنطط كده. ده اللي بيحصل حقيقي. انت بتعالجي موقف حقيقي بقى. لا لا احنا مش بنتكلم عليك دلوقتي. احنا هنتكلم في العموم. في العموم كلهم صدق. فبس فيجي عايزه بقى الدنيا الامور تهدى عنده عشان يبتدي يركز في حاجه ليها مجهود يعني فيها ربح فكري منه او ربح ليومه او يعني فيها فايده. فتيجي تقولي له ايه بقى؟ هتقعد الساعتين دول مثلا تجمع معلومات. هتقعد الساعتين دول هترسم في كتاب معين رسمات فيها دقة بقى في فستونات ورود مش عارف ايه. يفضل كده ماشي بيها. هنركب برواز زي ده. هندق الخشب ازاي. هندبس الدباسة ازاي. يبتدي تديله اعمال مهارية حركية في حركة جزئية بس فيها تركيز. والحاجات دي هما على فكرة بيحبوها اكتر من ان انا اديله يعني حاجات نظرية. بالظبط. يعني لو نظرية مع علمية وفيها استخدام حركي. أنا كنت عشان أحفزه مثلا هو والجروب اللي معاه اللي هو تفوق عليه يعني الحمد لله. كنت عشان أحفزه أقول له مثلا أنا عاملة مسابقة تاريخ. فأنت هتجيب لي مجموعة هتجمع لي معلومات عن التاريخ. أنا عاملة مسابقة فقه مثلا في المعاملات. طب ليه فقه المعاملات اخترته في السن ده؟ لأن المعاملة
لازم تكون على نمط يعني تربوي وديني اخلاقي. فهو هيعرفه من فين؟ لا، لازم يعرف ان مثلا الامانه مطلوبه بقصه. انا هات لي قصه او اتنين او ثلاثه عن الامانه، هات لي قصه او اتنين او ثلاثه عن الصدق. هو سنه كام؟ هات لي سنه خمسه ابتدائي. ما انا بقول لك المرحله العمريه بتاعتي من 7 سنين ل 11 سنه. بس هات لي قصه عن عن حسن الخلق وحسن التعامل مع الكبير او بر الوالدين او ده. الفتره دي كلها في نفس البلان، ان كل فتره كل يوم هتجيب لي قصه. القصه دي هتاخد قصه او اتنين او ثلاثه، المهم انك تاخد ساعتين قاعد بتجمع لي بالجمع. ما تتحركش من مكانك، تبتدي المجهود الذهني. قعد ساعتين متواصل؟ هو كان الاول لا، ما كانش بيقعد. بعد كده ابتدى بالتدريج بدا يتعود، ابتدى الكيرف بتاع الـ 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 الماده بتاعه فرط الحركه ينزل، والكيرف بتاع المجهود الذهني يشتغل. خلاص، لانك لما بتيجي هو شاطر جدا كتحصيل دراسي، شاطر جدا. ابتديت بعدها باسبوع بقى ندخل موضوع كورس البرمجه، وكانت فكره والدته ما شاء الله، لان هو شاطر جدا في الكمبيوتر. فاحنا عايزين شاطر جدا في ايه بقى؟ في انك تنزل اللعبه الفلانيه او تقعد عليها بالساعات او ده. انا ما بقولش مش هقدر امنعك انك تلعب، مش هقدر، بس مش اليوم كله لعب لدرجه انك تنعزل عن العالم بتاعك. فابتدت دخلت له كورس البرمجه، دعمناها اكتر، يعني دعمنا الفكره بحاجه اكبر وكده، انه يستثمرها ويبتدي يطبق الموضوع بتاعها. ابتدينا موضوع السباحه، لان طبعا حصل له حاله من الكسل الوظيفي، فبقى يقوم يجي يقعد يحس نفسه دايخ مرهق، عايز طول الوقت نايم. معظم ولادنا كده على فكره في الاجازه، عايز والله في الاجازه وغير الاجازه. لا، قولي المدرسه بتنشط شويه، بيطلعوا ينزلوا المدرسة. يعني بس لما بيكبروا برضو بيكونوا خلاص خدوا على كده، يعني كساله الولاد بالذات. ايوه، طبيعه الذكر اعتمادي، عندهم نشاط بره البيت. لا هو طبيعه الذكر اعتمادي، طبيعه الذكور عارفه في كل مخلوقات ربنا، هو شخصيه اعتماديه. شخصيه اعتماديه جدا. فبس فابتدينا بقى ننشط عنده موضوع السباحه، لان ليها ذو قيمه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى، قال علموا اولادكم السباحه. نبتدي نعلمه السباحه، ابتدى يتمرن فيها، ابتدى يحبها، نفسه يطول. لما النفس بياخده بعمق وبيبتدي يتنفسه بانتظام في تايم معين، بيبتدي بعد كده ينشط عنده الصبر. الصبر ده مش موجود. يعني مثلا تحسي ان الذكور الميل غير الفيميل، عندها ممكن يكون خلق هادي وعندها طولة بال، لكن الميل لا، صعب. صعب تلاقيه عنده طولة بال، اقل حاجه تنرفزه، لان حته الصبر على الشيء مش متوفره عنده زي الام. ده خد وقت قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور حلوين. يعني ما هو عشان بالتدريج. ما انا لسه بقول لك، انا مش هعمل اللي بالتدريج ياثر اكتر. انما انا لو اديته له حاجه مكثفه مره واحده، انا بكرهه في الحاجه. عارفه دي قاعده فقهيه، كان الشيخ ابن القيم يقول لك ايه، شمس الدين ابن القيم يقول قمه الثبات في التدرج. بالظبط. يعني انا لو هعلم ابني الصلاه او الصيام او اللي هي الفروض الاساسيه اللي علينا، هعلمه له بالتدريج. لو هعلمه الصبر هعلمه له بالتدريج. زي ما علمنا هم صغيرين، ما كنا نعلمهم الصوم. بيصوم نص يوم، فيصوم يوم. لا، ممكن تصوم عن الاكل وتشرب. ولا يصوم يوم او يوم لا، لغايه ما واحده واحده بيتعود يصوم الشهر كله. خلاص، بتبقى الطبيعه الفسيولوجيه بتاعه جسمه في الجانب الفيزيكال اتعودت على كده. اخذت يوسف بصراحه بقى، اوعى تكذب. لا ما يعرفش كده. تمام. انت لما عملت كده كنت في الاول يعني بتعمله عشان خاطرهم صح؟ وبعد كده حبيت الموضوع، ولا انت من الاول كنت حبه؟ جاوب بقى بصراحه. من الاول كنت حبه. بس ليه؟ في الاول يعني مش اللي هو ما كانش بيرفكت، عشان ما كنتش متعود. بس السبب بقى، ما كنتش متعود. السبب ايه؟ السبب اللي خلاك تعمل كده، اللي خلانا نتجه الاتجاه ده علشان ننصح بيه كل اصحابنا وكل حبايبنا. يبقى احسن بكتير من الاول. لان فرط الحركه او عدم الانتباه بيعمل مشكله مع المدرس جوه الفصل، بيعمل مشكله مع المدرس في اثناء الحصه والمجموعه، بيعمل مشكله مع ماما وبابا، بتبقى مشادات، ان انت مش هو مش عايز يسمع الكلام. اي طفل كده. المشكله عندنا احنا، ان احنا عندنا جهل تربوي شويه الايام دي باولادنا، لان هم ما عندهمش طفوله، هم طلعوا لقوا نفسهم كبار. بالنسبه لطبيعه الحياه اللي هم عايشينها دلوقتي، محرومين من حاجات كتير.
لا وهو بصي غير يعني الولاد فعلا صعب ان انت تخليهم يقعدوا في مكان ويلتزموا والله ولا بحاجة البنات دلوقتي، ولا صح. والله ولا البنات. معايا انت شيماء والله كده. ولا البنات. طب عايزة اعرف من يوسف انت اتغيرت في ايه؟ يعني ايه انت حاسس كده ان يوسف اتغير في ايه بعد ما مر بالكورس ده غير الاول؟ يعني نسمع الكلام وافضل قاعد مركز في الحاجة، بالنسبة ان كانت مذاكرة كانت حاجة مهمة ماما طالباها او حاجة كانت ورايا لازم يعني علمك اركز فيها. التركيز. الصبر. طب وعلمك بقى ان انت بالك يكون طويل. يعني اي حد يضايقني بكلمة ما طنشه، مرة اتنين تلاتة طنشه، هو بس اساسا بعد دي كده طريقة جميلة. التغافل. العموم يعني والله طنش، كبر دماغك وطنش الحاجات الصغيرة عديها، بس احنا في ما قاعدة تقفش غير الحاجات حطيناها. المهمة، يعني الحاجات المهمة اللي تفيدك. بس احنا في قاعدة حطيتها انا ويوسف مع بعض، اللي هي النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طول بالظبط ما انا الحاجات مش اللي شاغل نفسي بحاجه مفيده صح هتفيدني في الدنيا وفي الاخره وهتفيد اللي حواليا، هي اكيد هتشغلني بتفاهات الامور اللي ممكن تعكر عليا صفو حياتي. طب دكتورة شيماء انتي علاقتك ايه بيوسف؟ علاقتي بيوسف ابني المفضل. علاقتي بيوسف طالب من ضمن الطلبه اللي يعني انا كنت بنزل فترات في المدارس وكده ندوات وحاجات يعني او ورش عمل يعني كعينات تجارب بقتنيها من لشغلي بستفاد منها. فقابلت يوسف بتشوفي انت وزمايله. بقى ليك نظره ان انت طبعا الطفل ده ايه المدخل اللي تعرفي تدخلي له منه، مش كده؟ كل طفل ليه ليه مفتاح. عالم، العالم بتاعه هنا. احنا بنعتقد ان كلهم اسطمبه واحده وكلهم اطفال وكلهم هيتعاملوا على اساس الاطفال، احنا لا اللي كنا اطفال. ايوه والله دي حقيقه، احنا اللي كنا فعلا اطفال من نظره العين واقعد مكانك ده احنا، ده الجيل بتاعنا احنا. الاجيال دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، سابقين سنهم بمراحل. ربنا يعني يتم نعمته عليهم. فانت تحسي ان هو عايز كيانه، عايز انا موجود، ما تفرضيش نفسك عليا. هو مش فاهم اني انا الكبير وانت الصغير، مش فاهم ان الحوار ده حوار يعني خلاص اخلاقي او تربوي، او هم اخلاقهم كويسه ما شاء الله، بس لا الاطار ده هم كسروه طب تلقائيا. يوسف لما انت اتغيرت حابب يعني تنصح صحابك باللي انت التجربه اللي انت مريت بيها، او مثلا حسيت ان انت مثلا صاحب ان الاصحاب بتاعك كان اختيارك ليه غلط فعايز تبعد، حصل لك ايه في الموضوع ده؟ هو ممكن بس بعض اصحابي ممكن هم اللي اقول لهم على الموضوع ده، ممكن والتانيين يعني انا مش بتكلم معاهم عشان تعاملهم وحش مع الناس وكده. نظرتك بدأت تتغير حتى في معاملتك مع، كبرت يا يوسف. 3 شهور كبروك يا يوسف قوي. هو جميل. خلاص الواحد اتعود على الموضوع ده. بالظبط، هو كل حاجة فعلا تعود. انا بعود ابني على النظام، وبعود ابني على 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 النوم، على إدارة طريقه وقته. الاكل، وعلى المذاكره، كل حاجه بالتعود. لو احنا فشلنا في القصه دي نروح بقى للمتخصصين، نعمل البرنامج ونبتدي ال3 شهور نعود ولادنا على الحاجات اللي هم ما كانوش متعودين عليها، عشان نخلي سلوكياتهم ايجابيه وتفكيرهم احسن نظرتهم للحياه وتصرفاتهم تختلف. ونظرتهم للحياه تختلف. صح. تختلف. يعني انا دايما كنت اقول ليوسف اللي شغالين معايا في نفس النمط، اقول لهم يا جماعه في حاجه جميله بتتقال اسمها اجني العسل ولا تكسر الخليه. فهم انتبهوا كده، يعني لما بنيجي ناخد العسل من ما النحله نكسرش وهي الخليه عشان بتقرص تعمل لي عسل تاني. تطلع لنا عسل تاني. طب ما هي النحله بتقرص، فانا ما اديلهاش فرصه انها تقرصني. بالظبط كده، لما اجي اخد من العصر بتاعي الحاجه الكويسه ما اديلهوش فرصه ان الحاجه الوحشه اللي فيه تاذيني، انا اللي انتصر عليه، وهو بالتالي لازم انا اللي هنتصر عليه او هم اللي هينتصروا عليه. ليه؟ لان ربنا كرمني عليهم بالعقل. انا عندي مكان يعني جزئيه مش موجوده عند اي حد من سائر المخلوقات. انا افكر، طب لو فكرت شويه هلاقي ان الحاجه اللي في ايدي دي اللي ممكن تنفعني او ممكن تضرني صنعها انسان زيي. فبالتالي طب ليه ما اكونش انا اكتر منه وافكر فيها كويس وانميها واكبرها. فانت كده هو ده الذكاء الاصطناعي اللي عملتيه في الطفل، ابتدى يبدع، ما ابتداش ياخد الشيء اللي يكسر طب بصي يا دكتوره شيماء اهدافه. تفكيرهم يكبر ونظرتهم تبقى ايجابيه، ما هو انا برضو في لازم احط له الليمت المعين
اللي هو ما يحسش نفسه بقى ان هو كده خلاص تمام وانا عملت كل حاجة وان أكيد طبعا. انا اللي بفهم وانا اللي احسن من صحابي، ونوصل بقى لدرجة يعني في حتت كده بتلمس في غرور و... ايه لو انا حطينا البلان دي صح، انا زي ما قلت لحضرتك في بدايتها، قلت لك احنا عملنا فقه المعاملات، يعني اخذنا الجزء اللي هو الماده اللي نازله في المدارس اسمها القيم الاخلاقيه، القيم الاخلاقيه انت زرعتي فيه مبادئ، فمن ضمنها انه ما ينفعش يبقى متكبر، لانك لو قابلت حد هتلاقيه وتكبرت عليه هتلاقيه اصلا هو معتلي عنك، من تواضع لله رفعه. فبس انت ما انا زي ما قلت لك احنا ابتدينا بجزئيه الجزئيه الاخلاقيه. ايوه كانت من ضمن. طب يوسف لو انت حد من اصحابك تنصحه ما تبخلش عليه بالنصيحه؟ انا انصحه، بس هو لو هيعمل بكده يبقى كويس، لكن مش هعمل كده خلاص. لكن انت عندك ان انت عادي، انت الحاجه اللي اتعلمتها ممكن تنصح بيها غيرك. انصحهم ان هم يبقوا احسن، بدل ما يكونوا مش معاملتهم وحشه ومش عارفين يعملوا حاجة غير مثلا لعب بعد ما سمعنا الكلام وكده. هي الفكرة ان انا يعني استغل، يعني فكرة ان انا استغل الوقت ده صح، ده بيفيدني في حياتي حتى بعد كده لما اكبر. ازاي وانا بشتغل اعرف انظم وقتي واستغله صح، ازاي اوزع اهتماماتي على اللي حواليا، لان انت مثلا لما تكبر هتبقى مسؤول، عندك بيتك وعندك اولادك وعندك اهلك وعندك صحابك وعندك شغلك، فانت هيبقى عندك مجالات كتيرة. لما تعرف تنظيم الوقت وتعرف تدير وقتك كويس هتعرف توزع اهتماماتك دي عليهم، وما تنساش نفسك في نفس الوقت، فدي هتفيدك في حاجات تانية بعدين، يعني هتفهمها. نفس الكلام اللي انا قلته بجد. لا انا جبت له ساعه، جبت لهم ساعه، يعني حد اشتغلت معاه برضو جبت لهم ساعه وقلت لهم احنا هنحرك الساعه وهنشوفها ازاي هتتحرك تلقائيا، ان احنا عقرب الثواني ما بيثبتش على حاجه. قلت لهم بس مين الشاطر اللي هيرجع العقرب تاني علشان يعمل اللي فاته؟ فمحدش عرف. طب كده احنا استنتجنا ايه؟ ان الوقت اللي رايح ما مش راجع، وان الفرصه الاولى لما بتروح ما بنعرفش نرجعها بنفس مستوى قيمتها، ممكن ناخد فرصه تانية وبس يعني نفس الجوانب بتاعتها والربح منها مش بيبقى بنفس المستوى. ودي على فكره من احنا يعني بتبقى طالعه معانا فكل جميع المراحل العمريه. دكتوره شيماء، ايه النصيحه اللي دايما تنصحيها للولاد دول؟ نصيحه كان يعني تبقى شامله كده. اني اكون نفسي، لانك معظم الولاد بتمسكي الموبايلات بتاعتهم او التابات او حتى اللهجه بتاعه الكلام تلاقيه قاعد جايب ممثل معين في يعني الحته دي انا قدرت اشيلها من جزئيه من عند طفل ما، يعني ما كانش يوسف بس طفل كان هو عايز يقلد، اني مثلا يجيب ممثل سي سين او ميم او عين او لاعب كوره او ده ويبقى حياه متقمص الشخصيه. صح، كل واحد يبقى نفسه وفي سن مبكر. طيب هو هل انت شفت فلان او سين او تعالى شفته في الدور الفلاني في المسلسل الفلاني الدور ده بيقدم قضيه اجتماعيه لشخص ما عايش في يعني بجوانب شخصيته يعني السلبيه والايجابيه، ان كل واحد يبقى يكون نفسه. يكون نفسه. نصيحتي بقى انا كمان ليك يا يوسف اللي دايما بنصحها لاولادي، بص لمستقبلك وطريقك بس، ملناش دعوه مين بيعمل ومين عمل ومين ما عملش ومين جاب ومين ما جابش، انا عندي هدف امشي فيه، عشان اللي بيبص وراه وهو ماشي بيحصل له ايه؟ بيقع. صح؟ ايوه دي كلنا بنقول كده. فانت لكن طبعا طول ما انت ماشي بحدود، انت في طريقك مش هندخل في طريق حد تاني، مش هندوس على حد تاني، كل واحد ليه حدود في وصول لحلم مستقبلي بعد ما فكرش في حد تاني. يدينا العمر كده واشوفك بعد 10 15 20 30 40 سنه. نشوف السنه الجايه من الاوائل ان شاء الله. واشوفك بقى عملت ايه. ماشي. وبيقول لك النظام غير لي طريقي الاحسن. ايوه طبعا طبعا. دكتوره شيماء شرفتيني، يوسف انا مبسوطه بيك جدا، وان شاء الله يعني النصايح دي تنفع ناس كتير ويبقوا زيك، كل واحد اكيد ان شاء الله حابب ان ولاده وهو نفسه يبقى احسن من الاول. شرفتوني.
شرفنا. احنا كده نهايه حلقتنا، كان نفسي تطول شويه عشان نتكلم ازاي ممكن الانسان يقدر يغير في نفسه ويبقى احسن، وان كل حاجه ممكن تبقى افضل بكتير، وفعلا الوقت اللي فات ما بيرجعش، فعشان كده نحاول نستفيد باللحظه اللي احنا عايشين فيها ونستمتع كمان بيها. سعدت كمان بمتابعتكم لينا النهارده في حياتنا، وكان